الإعلان عن عودة المعارك إلى مديرية الزاهر وانسحاب جماعة الحوثي لنشاهد التفاصيل. حيث تجددت المعارك والمواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثي في مديرية الزاهرة جنوبي محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية أن معارك عنيفة اندلعت في الساعات الماضية بين المقاومة الشعبية ووحدات من الجيش وبين جماعة الحوثي في منطقة المضبي والسملان بمديرية الزاهرة آل حميقان. وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي انسحبت من بعض المواقع تحت ضربات المقاومة وقوات الجيش الوطني، وستستمرار المعارك حتى اللحظة.